السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي قناه ادم سعيد، ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم خبيزات ديال الساندويش، كيجيو هشاش لذاد ورائعين. بالنسبه للاطفال ديالكم يديوهم الكوتي او لا يعني كالومجه او لا الفطور يفطروا بهم، كيجيو بنان وغزالين جدا. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ونمروا كما العاده نتعرفوا على المقادير. بالنسبه للمقادير فهي سهله جدا يعني متوفره في اي منزل. غادي نحتاجو اول شيء الدقيق، عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق او الطحين الابيض فورس، عندي نص كيلو. غادي نوضعو، من الاحسن انكم اللي عندها العجانه ديروا في العجانه، اللي ما عندهاش يعني تدلك بيديها مزيان. غادي نوضع كذلك معلقه كبيره ديال السكر السنيده او السكر الخشن، ثم ملعقه كبيره ديال خميره العجين ما يعادل 10 غرام. وهنا عندي كاس ديال الحليب دافي، غادي نوضع كاس من بعد الا احتاجيتو، غادي نضيف الحليب باش تجمع لي العجين. غادي نغطي الخميره ديالي بهذا الشكل وغادي نخليها ترتاح ان شاء الله واحد من بعد ما كترتاح ليا العجينه. غادي نضيف هنايا الملح، اعتذر، من بعد ما يعني كنخليو هذيك 10 دقائق كنضيف الملح وتنخدم العجانه ديالي باش كتدلك ليا وكتخلط ليا دوك الخليط مزيان. هنايا من بعد غادي نبدا باضافه الحليب، غادي نضيف كاس ثاني ديال الحليب، هنايا نص كيلو. فداليا جوج كيسان العنبه ديال الحليب او جوج كيسان متوسطين. دائما الحليب يكون دافي باش يتفاعل ليا مع الخميره ما نخليهوش بارد. غادي نبدا باضافه الحليب بشويه بشويه حتى كيتخلطوا ليا المكونات وكتخلط ليا العجين مزيان وكيتدلك كما كتشوفوا. هنايا غادي نوقف العجانه وغادي ناخذ 50 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ. هنايا استعملت زبده مارغرين، يمكن لكم تستعملوا زبده الاكل طبعا. غادي نضيفها تكون بحراره المطبخ وغادي نعاود ندلك العجين ديالي حتى كيشرب ليا مزيان ديك الزبده. هاد الزبده الدور ديالها هي اللي كتهشش لينا هاد الخبيزات هادو وتيجيو هشاش ولذاد. غادي نخلط كما كتشوفوا هنايا، من بعد ما تدلكات ليا مزيان كما كتلاحظوا غادي نوقف العجانه هنايا فمعجونة عندي مزيان. غادي نزولها من العجانه وغادي نخليها نغطيها ونخليها تخمر، نغطيها ببلاستيك غذائي الا توفر عندكم، ثم منديل. غادي نخليها هنايا حتى يضاعف الحجم ديالها، نخليها تقريبا نص ساعه فقط، نصف ساعه لان غادي تعاود تخمر، ورجعي ان شاء الله من بعد ما تكمل نصف ساعه. هنا كما كتشوفوا من بعد ما خمرات ليا العجينه وضاعف ليا الحجم ديالها يعني خليتها نصف ساعه تقريبا، غادي ناخذها وغادي نحطها فوق الطبله ديالي، نقادها بشكل طولي على شكل عمود باش غادي نخرج منها يعني الخبيزات صغار. نستعملوا دائما الدقيق، اللي بغات تستعمل الزيت في مكان الدقيق تستعملوا ماشي مشكل. هنا كما كتشوفوا غادي نحاول نرجعها بشكل عمودي بهذا الشكل هذا باش يسهل علينا اننا نقطعوا هاد الخبيزات هادو ويعطيونا شكل طولي. هنا غادي ناخذ السكين اولا اللي متوفر وغادي نبداو نقطعوا بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا بشكل طولي، نديروهم متساويين باش يجيونا يعني وحده قد وحده، نحاولوا نديروهم متساويين. من بعد غادي ناخذ كل كره وغادي نحضر منها خبيزه. غادي تشوفوا الان الطريقه، فهي سهله جدا يعني ما كتكونش صعيبه. غادي نبسطها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، نحاول ندير لها شكل مستطيل، نعاون دائما باليد. من بعد غادي نجمع الجوانب كما كتلاحظوا بهذا الشكل ونبسط ونجمعها هكا بشكل طولي حتى كتعطينا هاد العصا هادي، وتنوضعها جانبا. غادي نستمر بنفس الطريقه
حتى كنكمل هاد العجينه ديالي كامله. كما كتشوفوا الطريقه سهله، يمكن لكم ديروها ايضا بشكل دائري. كتجي ايضا جميله وهشيشه، يعني ليكم نتوما كيبقى يعني الاساس هو العجينه والمقادير تحترموها، اما الشكل فكيبقى لكم الحريه ديال الاختيار الشكل اللي بغيتي ديرو على حسب يعني الاختيار ديالكم. هنا من بعد ما كملت فستفتهم في الطاوه ديالي اللي غادي ندخلها للفرن، غادي نضربهم بسكين حاد بهذا الشكل هذا باش كيسهل علينا، يعني ما نخليوهمش حتى كيخمروا، لانهم ملي كيخمروا تيكونوا منفوخين، وملي كنضربوهم بالسكين يعني كتخصنا شي حاجه اللي هي حاده مزيان باش ما يتفشوش لينا. من الاحسن يعني تضربوهم قبل ما نخليوهم يخمروا كما كتشوفوا. غادي نضربهم بهذا الشكل هذا وغادي نخليهم يخمروا حتى كيتضاعف ليا الحجم ديالهم نصف ساعه اخرى، ونرجعوا ان شاء الله باش نطيبوهم. من بعد ما خمروا لينا كما كتلاحظوا كيجيو بهذا الشكل هذا، يعني كيجيو يعني منفوخين مزيان كما كتلاحظوا كيتضاعف الحجم ديالهم. فهنا يمكن لكم نتوما تحددوا كيفاش قداش بغيتوا تديروهم. هنا غادي ندهنهم فقط بالماء باش كيعطيونا داك الليونه ملي كيطيبوا داك الاحمرار من الفوق، كندهنهم فقط بالماء. تنشعل الفرن ديالي على درجه حراره 180 درجه حتى كيسخن الفران، ونوضعوهم في الفرن كنهبطوهم شويه لتحت حتى كيطيبوا، ونطلعوهم باش كيتحمر لينا الفوق. ان شاء الله نخليكم ان شاء الله حتى نتلاقاو مع الشكل النهائي ديال هاد الخبيزات هادو. من بعد ما خرجتهم من الفرن حاولوا تغطيهم لانهم كيخرجوا قاسحين شويه، غطيوهم باش كيرطابوا لكم كما كتلاحظوا. فانا غطيتهم هنايا فكيجيو بهذا الشكل هذا، فرطابوا كما كتلاحظوا رطابوا مزيان. هنايا كما كتشوفوا فهما كيجيو هشاش هشاش بزاف ولداد، يمكن لكم تحتفظوا بهم في المجمد كل نهار، هزوا وحده لوليداتكم او ليكم ايضا، تيجيو رائعين وبنان. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا جيم الفيديو وديروا اعجاب الفيديو، وايضا تشتركوا في القناه بالنسبه للمشاهدين الجدد. وما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء الى وصفه مقبله ان شاء الله. تسلم عليكم، دمتم في رعايه الله، والى اللقاء.